مئتا عام مرت على اكتشاف الحجر الغامض، الشفرة التي فكها شامبليون ليكشف واحداً من أعظم أسرار البشرية. في الذكرى المئتين لاكتشاف حجر رشيد وتأسيس علم الإيجيبتولوجي، نطرح الأسئلة الصعبة ونجيب عليها. كيف غير حجر رشيد أصول علوم الفلك والطب والهندسة؟ وما هي قصة اكتشاف الحجر الأسطوري؟ وكيف انتقل من موقعه الأصلي إلى أوروبا؟ ومتى يعود إلى حضن وطنه؟ انتظرونا في الفيلم الوثائقي 200 سنة إيجيبتولوجي، عرض خاص وحلقة خاصة مع هدير أبو زيد ومصطفى كفافي في صباح الخير يا مصر، الثلاثاء 7 صباحاً على قناة مصر الأولى.